ترأس سيادة المطران خريستوفورس عطالله مطران الأردن للروم الأرثوذكس قداس أحد العنصرة، الذي أقيم في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل للروم الأرثوذكس في الصوفية بعمان بحضور جمع من المؤمنين. وقال سيادته في عظته: لقد شاءت العناية الإلهية أن نلتقي بهذا العيد الذي حل فيه الروح القدس على التلاميذ، والذي يعتبر عيد ميلاد الكنيسة. واليوم وبعد 2000 عام تلقى على عاتقنا مسؤولية عيش إيماننا الحقيقي، وأن يكون رجاؤنا كبيراً بالقائم من بين الأموات، وخصوصاً في هذه الفترة الصعبة التي يشهدها العالم. اليوم فرح عظيم في السماء وعلى الأرض، وهذا الفرح هو آتي من لقائنا اليوم فيكم. أنتوا أبناء يسوع، أنتوا جسد المسيح اللي يسوع افتداكم بدمه الكريم على الصليب. اليوم أبنائي فرح كبير، لأنه لقائنا فيكم ولقائكم فينا في الكنيسة في جسد يسوع المسيح الممتد عبر العصور، هذا الجسد القائم من بين الأموات، هذا الجسد اللي انتصر على الموت وهب الحياة. نعم أبنائي، هذا هو جسد المسيح القائم من بين الأموات، وهو نور العالم. اليوم فرح كبير، لأنه اليوم اللي منجتمع فيه هو أحد العنصرة، هو اليوم 50 من الفصح من القيامة، هو اليوم اللي حل الروح القدس على التلاميذ 9:00 صباحا في القدس، وبحلول الروح القدس على التلاميذ وعلى 120 شخص اللي كانوا موجودين في العلية، امتلأوا كلهم من الروح القدس من الأقنوم الثالث من الثالوث الأقدس. بهذا اليوم عيد ميلاد الكنيسة اللي آمن بسبب وعظة الرسول بطرس 3000 نفس بالمسيح. بمثل هذا اليوم الكنيسة ببعدها الخريستولوجي اتأسست على الجلجلة، لما طعن جنب المسيح بحربة فخرج للوقت دم وماء. الماء هي سر المعمودية المقدس، والدم هو الإفخارستية سر الشكر الإلهي اللي نحن مجتمعين اليوم حتى نتناول جسد دم الرب والمخلص يسوع المسيح. على الجرجلة عندما طعن الجنب الإلهي تأسست الكنيسة خريستولوجيا، ولكن الكنيسة كمان بنيفماتولوجيا يعني بالروح القدس تأسست اليوم بأحد العنصرة بإيمان 3000 شخص باسم المسيح. عشان هيك الكنيسة بالرب يسوع المسيح بالروح القدس نحن منعرف الإله الآب، ونؤمن بإله واحد مثلث الأقانيم، آب وابن وروح قدس. هاي الفترة خلت كل واحد فينا يراجع نفسه ويشوف قديش أثرنا بحق الكنيسة وبحق القداس الإلهي، وبالتالي عودتنا تكون عودة ثابتة، عودة صحيحة، عودة على أسس متينة اللي فيها روحانية، فيها إيمان قويم، وفيها حب للمسيح، حب للإخوة، حب للمجتمع، حب للوطن، حب للقريب. هذا هو الحب المتجسد بالرب والمخلص يسوع المسيح اللي بعطينا إن نكون أبديين، ما نعيش لهون حياتنا فقط بل نعيش لأبديتنا. وعشان هيك نحن نستعد الاستعداد الحسن حتى نتناول جسد ودم
الرب والمخلص يسوع المسيح. أبنائي، نعمة المسيح وبركته هي تكون معكم. ربنا يحميكم ويحمي وطننا والعالم أجمع بشفاعة أمنا الفائقة القداسة وجميع القديسين والقديسات. أمين.